واحد اروح للدكتور احمد خيري حافظ، واحنا يعني الدكتوره نسرين استاذ علم الاجتماع وحضرتك استاذ علم النفس. انا بانظر للمجتمع من خلال باعين الدكتوره نسرين، وانظر الى الشخص والنفس بعين حضرتك. انت شايف تاثير هذه الهجمات والمحاولات على الشخصيه المصريه ازاي؟ التاثير سلبي والمخاطر لا حدود لها. الله اكبر. واسمح لي انت خوفتني من الاول طبعا. اسمح لي ان اشير عده اشارات مهمه الى هذه القضيه. الاشاره الاولى ان هذه الثقافه الدخيله والافكار الدخيله علينا انما تؤدي الى تاكل الهويه المصريه. صح. تاكل الهويه المصريه. الهويه المصريه يعني طوال تاريخ طويل حافظت على كيانها ووجودها واستقامتها، الآن تتعرض لهجمة حقيقية في هذا. وأخطر ما يواجه الهوية المصرية هو الانهيار الذي يعني يدخل في النسق القيمي للمجتمع. ما تطرحه وما طرحه زميلي الكريمين من أن فكرة التشبه بالغرب وطرح الأفكار الغريبة هذه لا تؤدي فقط إلى يعني انعكاس لسلوك فردي، وإنما تؤدي إلى اضطراب في السلوك الجماعي، وده الهدف من طرح هذه الأفكار، هو يفتت الجماعة المصرية ويؤثر عليها سلبا. دعني أقول لسعادتك ولمن يسمعني، القيم تأخذ شكل هرمي في المجتمع، وعلى قمة الهرم تبقى في قيمة حاكمة لبقية القيم. القيمة الحاكمة في المجتمع المصري تاريخيا القيمة الدينية، فعندما تضرب هذه القيمة انت بتضرب كل القيم التالية بعد ذلك، القيم الاقتصادية، القيم السياسية، القيم الاجتماعية إلى آخر. ده ما يميز المجتمع المصري أنه هرم القيم بتاعه على رأس الدين، على رأس القيمة الدينية. كل هذه الأفكار المطروحة الآن أفكار دخيلة، أول ما تضرب القيمة الدينية داخل المجتمع. مثلا على سبيل المثال، المجتمع المصري يؤمن بالقيم الجماعية كجماعة مصرية متماسكة. الثقافة الدخيلة والأفكار تتجه إلى الفردية المطلقة، وبالتالي تنسحب على تفكك الجماعة المصرية. ودعني أضرب لك مثلا في ما نسميه بالقدوة الجماعية في المجتمع وتأثيرها. لو أخذنا مثلا نماذج القدوة من مطربين وممثلين إلى آخره، نجد مثلا من سنوات كان المطرب شكله يعني وقور وله سمة ومهابة، الكلمات على أعلى مستوى من الرقي، اللحن له يعني مبدع. تجد الآن المطرب يلبس حاجة فاتحة ويضع خلخال في رجله وإلى آخر الصورة المهترئة. هو لا يعرف أن هذه الصورة تأثيرها سلبي على المراهق المصري اللي قاعد يعني يتأثر بهذه الصور. أيضا من مخاطر هذه الأفكار وتأثيرها إن بتؤدي إلى التقليد الأعمى. نحن الآن نقلد يعني ثقافات لا تصلح لنا بحال من الأحوال. صحيح. ولك أن تتخيل أزمة المجتمع المصري الآن متمثلة في اللغة. اللغة الآن تضرب يعني في الصميم، عندما يتحول المجتمع فيتحدث لغة أجنبية، ويتباهى الشباب بأنه بيكتب كل أفكاره بحروف أجنبية. أين اللغة العربية؟ لأنها جزء رئيسي من الهوية وسمة من سمات الشخصية المصرية، وبالتالي حريصين على اللغة. أضفت سعادتك إلى فكرة إنه لم يعد المجتمع المصري خالصا الآن، دخلت علينا جماعات لاجئين وفئات كثيرة مختلفة. هذه الجماعات
لا نتصور أنها تدخل تحت عباءة المجتمع المصري، ده عملوا عباءة خاصة بيهم، وهذه العباءة تؤثر في تكوين الجماعة المصرية. وبالتالي علينا أن نتصور بقدر ما نفتح قلوبنا وأبوابنا وبيوتنا وبلدنا لهؤلاء، لكن ندفع ثمنا غاليا فيها. طيب أنا أستأذن.